يلتقي فريقا طلائع الجيش والأهلي في ختام الجولة الأولى من الدور المصري لكرة القدم. الأهلي حل وصيفا في النسخة الماضية بينما جاء الطلائع بالمركز التاسع. فاز سانتوس على مضيف ساو باولو بثلاثة أهداف لهدف ذهاب نصف نهائي كأس البرازيل لكرة القدم، وبهذه النتيجة وضع سانتوس قدما له في نهائي البطولة بانتظار مباراة الإياب في 29 من الشهر الحالي. ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي يستضيف ليفربول الإنجليزي روبن كازان الروسي، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد النقطتين، في حين يقبع الفريق الروسي في قاع الترتيب بنقطة واحدة.